دي صحن امرشحن ارت فرانين نت سلويت. هاد نسل لي تزوره غيمثل لي مرشح منان تبون عبد المجيد سينكين دي مثل لي مرشح الكبار لو اف اف اس او شيش يوسف وهاد نسل دي تاكارا يمثل لي مرشح لو ام اس بي حسن الشريف عبد العالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مواطنينا داخل الوطن وخارجه أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون الذي تعرفونه هو أحسن معرفة الذي خاض مثل هذه التجربة في سنة 2019 حيث كانت هناك ظروف جد صعبة وكانت ممارسات أقل ما نقول عنها أنها غير مقبولة، إنما إرادته القوية لتغيير الأوضاع هو الذي يعرف وطنه هو الذي يعرف الجزائر وهو الذي يعرف الجزائريين، أراد أن يغير أوضاعهم فبمجرد أن شرع في مأموريته فضل أن يجتمع مع الحكومة ومع الولاة حيث أبرز لهم جوانب الجد السلبية التي يعيشها المواطن خاصة في المناطق النائية في المداشر والقرى أين تنعدم الحياة الكريمة، فأقر لهم برنامج حافل على مستوى 13,000 منطقة بقعة دوار مشتى بعد إحصاء شامل وكامل. إذن قرر إنجاز عمليات بالعشرات الألاف فغير ملامح قرانا ومداشرنا وجعل أكثر من 6 ملايين من السكان الذين ربما يأسوا الحياة الحمد لله أن من جديد يثقوا بدولتهم ويثقوا برئيسهم. ولم يكتفي بهذا، إنما هؤلاء المواطنين الذين يعانون اليوميا يكافحوا أتم عن الكلمة لضمان القوت اليومي فضل أن يرفع أجورهم لمرتين حتى يصل إلى 47%، وإن شاء الله إن تم تزكيته في هذه التجربة الثانية سيصل بهذه الأجرة إلى 100% وسيحققها إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة للسكن، يعرف بلي مازالت هناك أوضاع جد مزرية رغم المجهود المبذول خاصة من قبله عندما كان وزير للسكن بالملايين السكنات، إنما كانت هناك أوضاع على مستوى المدن المراكز الكبرى أكواخ ما يسمى بالمساكن القصدرية قضى عليها وأقر مليوني ساكن زيادة على المجهود الذي بذله. اليوم رانا في ظرف وجيز أنجز 1.5 مليون ولكن أزيد يوعد بمليوني ساكن. نفس الشيء بالنسبة للشباب البطال أعطاه منحة لمليوني شاب. نفس الشيء بالنسبة للشباب الذين كانوا ممكن موظفين ولكن ممكن في كل وقت قادرين يغادروا ما يسمى ببرنامج الإدماج، الإدماج على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي بفتح مناصب ميزانيتية لصالحهم. إنما كل هذا الجهد من ناحية المالية تم يعني بذله من قبل الميزانية تاع الدولة. احنا نريد ان الميزانيه هذه نعززها بالموارد خارج البترول لاننا نريد ان تكون لنا كتله ماليه نواجه بها الصعاب ونواجه بها الازمات وكم عشنا في الازمات. نذكر برك يعني انا قلت بلي ظروف صعبه، نقول لكم نذكر بالجائحه الكورونا اللي ممكن خذت لنا وقت وخلاتنا باش نوجهوا الامكانيات تاع الدوله الى اشياء اخرى، رغم هذا ماشي ما منعناش باش نقوموا باعمال لصالح مواطنينا. في حد ذاتها الكورونا كانت تطلب ميزانيه كبيره، اذا لمواجهه كل هذه الصعاب والتحديات الكبرى لازم تعزيز الاله الاقتصاديه ولازم الاستثمار ولازم نبتعدوا على التبعيه البتروليه ماهوش غير كلش بترول بترول بترول، لازم ثاني كذلك نشوفوا مجالات اخرى كالزراعه كالسياحه كالاستثمار بالنسبه للخدمات بالنسبه لازم يكون مداخيل غير التي نجلبها من البترول، ولازم ثاني نفكروا بدل ما نستوردوا نفكروا كيف نصدروا وبامكاننا ما دام الحمد لله القدرات راهي متواجده في باطن الارض وعلى سطحها، واللي يبقى لنا ان نهيئ هذا الاقليم الكبير هذا البلد القاره بفتح
شق طرقات مزدوجة بالسكه الحديدية حتى نستغل إذن كل هذه القدرات وكل هذه الثروات أحسن استغلال. ولعل مشروع قرش بلات والسكة الحديدية اليوم راهي الحمد لله ماشية من بشار نحو تندوف ومن تندوف نحو بشار، أيضا السكة الحديدية هذه راهي ستتواصل إلى غاية أضرار، إلى غاية تميمون، غاية إنصالها، إلى غاية تمر راست. نفس الشيء بالنسبة للطرقات المزدوجة، وبالنسبة للجهة الشرقية استغلال الفوسفات في بلاد الهضبة إلى غاية المعنبة، اللي إن شاء الله ثاني حتى على مستوى المواني الكبرى ستهيئ حتى يعني تستقبل إذن هذه الثروات لتستغل أحسن استغلال على مستوى حداتنا وعلى تصدرها نحو الخارج. إذن على هذا الأساس نريد أن يكون شعار الحملة من أجل جزائر منتصرة يجسد ميدانيا حقيقة، ولن يتأتى هذا إلا بذهابكم يوم الاقتراع يوم 7 سبتمبر بقوة حتى تصوتوا على مرشحنا عبد المجيد تبون الغني عن التعريف. تعرفونه، قام بما قام به، تعرفوا شكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول فلاون إثمثن تستمثن أعدس مجدة نقطة جين ذي جين بروفيسور بكرف موسى ذي مثل يعني تمثيل يوسف أوشيش إجلان يقدم ديماني سيد فلاني ناقين يعيدين 7 سبتمبر 2024. على كل حال ساقين وغلغد أده ضراغ في وثنت مسال تاني ذا يوزول فلاس ووال ذا مقرحان ذي نزرق وهي الأمركانتي ديو يوسف أوشيش يعني دي عنان مقارن القدرة الشرائية إن يوسف أوشيش بقاهيلي نسبة لكن كلمة الحقا إن شاء الله أزكى على الحكم الصوداني ذا أخدم الجزائري أذياغ القيمة يعني كن قارن سيانا من جي يعني الراتب أكوانجان والقاعدين أذياغ 4 مليون سنتيم يوزلوا ولا تسقرنا يعني سادك نذري من أسي يوسف أوشيش وقي الشعبوية ماشي تمزوالو تمزوالا بغاك كان اسم كثير تمثلنا تمثلنا أدنى هالضر في الجزائر. الجزائر إلا أن تم مرثم قرحان تقل فريقيا الجزائر إلا أن تستيثان زنزون الغاز تقل فريقيا أنا هالضر في الجزائر إلا أن تسعى عشرة ذي الدوني في زنزون البترول أنا هالضر في الجزائر إلا أن الساعة أن تاتيك ساعة أنا وكي طيش أكفرك ذي الدوني في زمار السيطاجين سكان أتخدم تلسيتي أكن ما إلا الدوني كامل أتنسو تلسيتي سين ساعة كان قد الجزائر في الهضرة في الجزائر ساعان على حساب إما سنوان لونتربريز يعني سويدواز تنياك بالليك 20% مقارنة للترار إينا ثلاثين صعدة ثلاثين قلان خص المليح ذي الدنيا 20% إلا قوكا الجزائر أتفكر كان يونو مدياه كان أي مقارنة أوكسيد تروبيوم يسوى 759 دولار الكيلوغرام ذي الجزائر إقلا هذا هضره في الجزائر يسعان 1200 كيلومتر الساحل يسعان ذورار يسعان صحاري يسعان يعني يزمرت خمل توريزم ذا عجب هضره في الجزائر إقلا يسعان طاقة ثم قرحان 7% ذي نمزين هضره في الجزائر يسعان ثم مورت تفلاح إما ذي النار إما يعني تفلاح في الصحراء يسمر ثم مورت نغات الشدوني كامل أكن يتلازق الوقت الروما اللي روم قرنس تلقروني دو لوروب هضره غد السجل هضره في الجزائر اكسعان اكسعان المنجم بوزال ذا مقرحان ذي الدونيث ذي الزنك ذا مقرحان ذي الدونيث ذا الفصفات ذي الذهب الاورانيوم ما الا الجزائر الزميرارا اسحقق 4 مليون سنتيم وخدام ذا علم ما شحال 4 مليون سنتيم 180 اورو سبحان الله الجزائر شتات الزميرارا تسحقو خدام 680 اورو يعني زو يضرب بيد العيبه في لنا ثمور تشتات مزمره لنا سلحق يعني 88 اورو 180 اورو ذاين راهي تاس ديالرن يوذوذ يسرن وخدمه جزائري الكاراماينز اس ديالي النفيس خاطر شدا واش تلقي الجزائري مازال يتبع ساشين وفكي مازال يتبع الحقاره ديال العيدينس الجزائري الحقاره السراويس لكن العالم راه دحقنا ليكولاسكا الجزائري وخدام وري الحقاره مسكين مازال ذيك الشمس وخدام ذاين نزرع هذيك الشمر لونتربريز
السلام زوارو هذيك الشما كي قرن سيرجي بلي ادي ادي السلسي كنا علي ورا وز هذيك 10 سنين 15 سنه تركي ثني نسقي مكان كان انت وين تحقيق ما شو نوعا كنقارني بموسنا ونا ملي لا موفاز ريبارتيسيون دو لا ريشيس لي تمور ثاقي اين يعني ما ذيك الشم ذا تعوض يوم ذيك الشم يوث يوث تكبوني تدخل قطجديت اما علم بي 10 سنين 15 يوم تعاود تبدل الفيلات يتبدل الكات كاتر يربح تكبوني ثم غور مي خدامني مي الشمس شونغاي هذيك مكان شونغاي معناه يعني كي نقرا تعرف يعني الثروه لا يكون توزيعها بطريقه عادله اخدم يعني اونتر لو كابيتال يعني راس المال اكو خدم العمل يولاش يعني التوازن نكون الناد مالاني وضع الحكمه الى قبيلي واش تلقي الناد ذا غني اكني نصوض 4 مليون سنتيم جزائري ماشي 8 سبتمبر 10 سبتمبر الناد باللي نسعى الطاس اذا هي دمر كانتي اما ذي الصعد اما ذي الصناعه اما ذي الفلاح اما يعني ذي الخدمات اما ذي التوريزم تيجي يوك ذي هيلن كياسند الرايات امي ازكا ذي عونت امي كدنا امي كدنا نسالي ذي الكرواسونس ايكونوميك انت مرثاقي ننادو قاي يوك الى قد شركا ننادو كويشون سعاد مرثنا الصناعه الذي مرثنا ولا قرات نزنزو كلمه كما خاد ماده خامه على ليترونجي الا قد خم تحويلي تحويلي دام الا خفف لحتنا غات الشركه تسالي جوستومون البي بي الناتج الخام انت مرثنا الا يعني او كل قطاعات تاكين في كياس ديال اليوان ان الناد ذا غني الا كنحارب التبذير الا كنحارب يعني الرشوه الناد الا في كايين هذا سنت اسما انا نوض نخدم التنويع الاقتصادي اسما نخدم نراد الولايات البلديات مستنتر الغله الا قد خلق انت الغله خاطر ساعات مغني واش تاكين اكي اكو يذون مثل كما افوذ مثل كم سلاح قم يوسف وشيش ازكان اذي غال ذاس الوين تيمور تاقي يوتب ثارا ما تشير 4 مليون سنتيم وقيد حد الادنى نسبر انه يعني ليك فر باش تاقي ان شاء الله تيمور ثنا ساعة الخير ساعة ربح سيسون ملث كما افوسي يوسف وشيش ان شاء الله ازكا انا وض ان سوض سيسوي اقي ونسبر تعدي ان شاء الله اعطيكم الصحة فيف لفافاس فيف لاجيري الخلود لشهدائنا الابرار سيسمى ربي تزالي ثفو شبيح ننفي إيجيري نندما ثلام سلام نربي في اللون أزول مقران المند نتفرانين نتسرويث أذذيلين أسن 7 سبتمبر 2024 نكيني لويزا مالك إيلول وسيغد أو نتقد مع غامزوار نسيني كافار أكافار نتمتين تلويث أكوذو كافار نعاوذ نتلاليث ماس حسني شريف عبد العالي مس حسني شريف إلى ولد أسو من زون نوفمبر دوك سكاس 1966 58 سنة قل عمريس يعني ذا المس ذك ثمنات المقرى تغيوانت ذي زقان ذي مسيلة مس حسني ذي ونومذان يغران مهندس دولة في الأشغال العمومية انجينيور ديتا اون ترافو بيبليك يسعد أغن لا ليسانس قل حقوق قزرفان مس حساني يسعى 4 الوشول 3 حذاين وقشيش مس حساني يغمى ذي ثوشول ثنصليث يسعان أزال أمقران ذي مسيلة ثوشول ثيس تخدم ذي ثقرة ولا نتموت سقيمي دفذا ألمث فوكس للي نستقلال مس حساني يسعى الهقدة العهدة ذو قسقامون الولاية نابيوي نمسيلة 2002-2007 يخدم مس حساني ثموذيس قلابيان غالي مزان بغرف قلعهدة 2007-2012 أمهيل المس حساني اسمياس ثوغنيتس الفرصة أمزوار مس حساني يفكى 52 العهود أريلين ما تختارمث ذا سلواين تمر تعهودات هاقي عنانت أقذو ذا دزيري قدم دعيشتيس ثم 20 سن أكن من لا ثقنيتس أذي فدلنا طاس الأمور ذي ثموث النار ثقنيتس أجي يثم الطوث أتسعو زرفانيس أتسعو أزاليس ثقنيتس
المزيان اذ خدمن اذ غران اذ سعون في وشولين وهني ستار الحوت بالبحر تغنيت ايوم ذانا دايري اذ يني واليس بلا ما يقاذ تغنيت يثموث اذ سعود تنمية اعدلن قاثي مناطين امذانا دايري عندما يلا ذو قاثة نعذو قنزول ذو سامر نعذو قمالو اي سعود دايري عندما يلا إذا الفانيس أذ يوي الحقيس إذ يتالاس ذي ثموثيس ماس حسني شريف يفغى ذي يجمع غير الجامعات سموسنين سنت أكوذ تنمية سويسة لتوكيد تموث وتلال الحالة تموث نسنيت سيوك نعاشيت نعاش الأزمة بوذيم يخصا الدينار الزيري صوب يخص مليح ثم عيشت زيري توعر تضيق ثم الزوق تغضو زيري ذا سيرم ماشي ذا الحق أسن المذ يحواج دي تزاير ثم غلي تجريط أرغيوين أرزذاث بلا من تسول أصل تذيانت تزماث إلى قاس الإصلاحات إيوكنا مذانا زيري أذياف دوينس وذي داوي وذي ذاوي ذي ثموثيس بلا ما يروح وثمورا مدن الجزائر تخوص كتمساتي زفان الجزائر تخوص قطص الأمور الجزائري يتعسو يعيا قعسو نيفكي ميلا نغمزال نغم الميلي نغث ملالي نشحالي تنوزنت أكسوم غرو الجزائري يغال ذا سيرم الجزائر تخوص وتخوص ومازالت خاص ما يلا ونومي نرى بلي نزمر أنفدل نزمر أنسعو ثم عيش أخير يوكنا تبدل تموث إلى قاغ أنمعاوان ونختار أرقاز نتلصليث من الحرمة ذنيف أرقاز نتموسني أرقاز أرغدياوي نتالويث ذلهنا ثوقنيت تحضر إلى قاتن فارس ما نفغاد فدل نوسان اللي سر التلويث أكوذ حسني شريف أمزوار نسيني كفارن نفكايا وانتعاد أسن 7 سبتمبر 2024 يوكنا نفك صفوت النار يوذ قازي لاقن يوكنا تلهو ثموث وثقرز إن شاء الله قيموث ذي لهنا هذا توفاث أسن 7 سبتمبر أكوذ مس حسني شريف حسني شريف أرقاز بوسي الساس إيجايرين مرة حسني شريف أرقاز بوسي الساس ثوقنيث إيجايرين مرة برنامج حسني شريف فرصتنا فلنغتنمها ولا نتركها تفوتنا ثانميث ميت سلام سلام ربي في اللون سلامت إتيا ذي دي صاحن وذي دي فدنا تفرانين نتسلويث